بعد السلام عليكم خويا محسن. وعليكم السلام اخويا. اسلوب لك اخويا. مائدة. مائدة ديال هواوة اخويا اللهم بارك. انا وراه ممكن اني واتش. اليوم غنديروا واحد العرض اخويا محسن فهاد باند سيس ديال هواوي ان شاء الله. هانيا. بالنسبه للناس اللي كتصور على الديزاين ديالها شنو فيها كيفاش دايره الخدمه ديالها ونحيدوا هاد العيبه هادي. انت اخويا محسن خويا الجليل عندك هنا السلطه ديال السيليكون زوينه راه كيتبدلوا هاد السماطي راه جبناهم غنديروا فيهم واحد العرض ناضي ان شاء الله. كاع الالوان كاع الالوان الخزير الزرق الكحل البلو سيال الالوان الصيفيه واخا ما بقى هو صيف. المهم اخويا بالنسبه للمميزات اللي كاينه في هذا الباند سيس هذه فهي تقريبا احسن باند كاينه حاليا في السوق من ناحيه الشكل الديزاين وكل شيء. تمام تمام. هذا اول حاجه الشاشه هنايا راه كتجينا بشاشه الدقه ديالها فول اتش دي اموليد يعني نوعيه الشاشه نوعيه ديال الشاشه فهي اموليد كما كتعرفوا لي زيكرو اموليد كيكونوا مزيانين تحت الشمس الالوان كيكون السطع ديال الشاشه كيكون مزيان. وبالنسبه ل يعني لي فونكسيون لي فيها فيها كتعبر الدقات ديال القلب البي بي ام ستريس مع لابليكاسيون ديال سونتي ديال هواوي اللي كاينه في بلاي ستور فيها بلوتوث فيها موسيقى الا بغيتي دوز موسيقى كتعبر لك الخطاوي الدقات ديال القلب. ولكن لي بارامتر هنايا افيشاج فيبراسيون فيها لي مود ديال السبور هنا الا جيتي ديرها تدخل هنا الاونترينمون الكريشم كاردياك غادي فيها الاس بي او دو اول مره بان سيس كدير لنا الاس بي او 2 في واحد المكانه اللي رخيصه باند يعني كتعبر الاكسجين في الدم ديالك. عندك هنايا لي ستوريك داكتيفيتي كتعبر لك الساعات ديال النوم شحال من ساعه نعسي. هنا كما قلنا ستريس موسيقى نوتيفيكاسيون واتساب ميسنجر اللي بغيتي كرونوميتر مينوتور الارم تقدر تفيقك في هاد الارم هادي ديال الضوء شنو اخر وتروفي مون تيليفون ولا بارامتر لا بغيتي تغيانستاليزيها داكشي. المهم بالنسبة للثمن اخويا محسن دايرين واحد العرض تاخد باند سيس ديال هواوي ياك كتاخد معاها صدق بالخشيار ديالك وانكاسابل هي شي حاجة مزيانة حاولنا ما امكن نوفروا لكم من جميع الاكسسوار اللي كيجيو مع هاد الساعه هادي ها هي لانكاسابل شي حاجه كاليتي زوينه الثمن كيبقى 600 درهم سمطه والمكانه ولانكاسابل ب 600 درهم. هاد العرض ساري هاد الاسبوع. عندنا الهواوي واتش فيت حتى هي ها هي عند رضا ها هي عند رضا كما كتشوفوا الاخوان اخويا رضا قول لهم شنو فيها وشنو كتعبر لك الدقه ديال القلب كتعبر لك ستريس الميتيو لا ميوزيك لا بغيتي تقريبا بحال تقريبا حتى هي بحال البان سيس غير هو ليكرون ديالها كبيره. وبالنسبه لي زانتيرفاس هادو راه فيها لي زانتيرفاس واعرين صراحه هانتوما مثلا نختارو هادي وريضا راه اللهم بارك راه مع لي فراسو هانتوما راه خداها براسي ديال لاسي قال لهم ما بغيتش السيليكون. المهم هادي الثمن ديالها اخويا محسن هادي الثمن ديالها 1130 درهم ثمن مناسب اما لي فونكسيون اللي فيها هادي فيها جي بي اس هادي ما فيهاش هادي فيها جي بي اس هادي ما فيهاش حتى هي فيها 96 ورك اوت مود. المهم جميع المميزات والخصائص اللي غتحتاج في ساعه ذكيه من براند زايده ماشي الواتش فيت العاديه هادي ماشي الواتش فيت هادي بالنسبه للماتيريال ديال اخويا رضا هاد الماتيريال هذا سيل سيل هذا هو الماتيريال اللي كيصوبوا به العظم ديال الايفون ماشي مؤخرا اكس ماكس و 11 برو ماكس و 11 برو هو هذا اكس ماكس خصوصا الهوت غام ديال الايفون من الاكس ماكس حتى ل 11 برو ماكس و 12 برو 13 برو ولاو شي خرجوا دي ماتير اخرين. المهم راه شي حاجه بريميوم عندنا هاد الهواوي واتش جي تي 2 هي اللي بقات غنديروا فيها شي ثمن واعر هي الجلد اللهم بارك ميكرو باف راه بحال جي تي 2 برو بحال هادي بحال جي تي 2 برو الفرق اللي بيناتهم هادي مصوبه من سيراميك شيل هادي مصوبه من الاسي هذا هو الفرق فرق في لي ماتيريو يعني في مواد التصنيع في الخامات. اما بالنسبه للكاليتي الودر مو كيدوز
ما بالنسبه للكاليتي وخامات ديال الكاليتي ديال جوده زعما الشاشه والخصائص راه بحال تقريبا. والثمن ديال هادي طايحه، هادي دايره 1800 درهم، 1800 درهم هادي ما كتشارجاش وايرلس، كتشارجا فيها مانيتي، هادي كتشارجا وايرلس جيتي دوبا. بالنسبه لاصحاب الميزانيه اللي صغيره شويه وبغاو مكانه زوينه ما فيهاش الميكرو والباف، هواوي واتش جي تي 2 او حتى هي ايكرو امولي حتى هي فيها نفس الخصائص. الفرق ما بين هذه والاخرين هو انه هذه ما فيهاش الباف والميكرو، وهذه راه ديال الشركه فيها عام ديال الضمانه، كتبقى ب 1450 درهم 1450 درهم. عندنا خويا محسن دابا ندوزو للشاومي، عندنا المي واتش، مي واتش اخويا محسن حتى هي تقريبا فيها نفس الخصائص اللي كاينين في هاد المكانات اللي هضرنا عليهم، غير هو هادي ما فيهاش الباف، وهادي موجهه للعشاق ديال الشاومي، الناس اللي كتعجبهم الشاومي وبغاو ياخذوا مكانه ديال الشاومي بمميزات اللي مزيانه وبثمن اللي حتى هو مزيان. هادي كتبقى ب 1150 درهم حتى هي فيها تقريبا نفس المميزات. لا سيدي المكنه ديال اورايمو محبوبه الجماهير ديال الدراوش، هادي تيمبو دوبل في 2 والكورف، هادي دوبل في 16. هادو الاخوان كنا درنا فيهم بروموسيون، ولكن حاليا راه السلعه تزادش ماشي بزاف، عاوتاني الا زدنا راه كنزيدو 10 درهم 20 درهم، راه ما كنزيدوش بزاف، وماشي حنا اللي كنزيدو راه الشركه تيني والسلعه، بحكم ان السلعه ما كتكونش في السوق. بالنسبه للثمن ديال هادي كتبقى ب 450، هادي 370. الخصائص وشنو فيهم، فيهم اي بي اس بالنسبه للافيشاج، اي بي اس ماشي اموليد، بلوتوث 5.0، هذه فيها الاي بي 68 بالنسبه للكورف، هذه فيها الاي بي 67، يعني هادو راه واخا ديال الماء من الاحسن ما ديرهمش في الماء، باش يعني الماء كانت تبقى عندك وتستعملها واحد المده طويله وتصبر لك. بالنسبه للضمان راه هادشي كامل الاخوان اللي دوزنا لكم في هذا الفيديو، بالنسبه للساعات راه فيهم الضمان، سمعتوني الاخوان، هادو ساعات هما كيتكونيكطاو مع لابليكاسيون ديال اورايمو، يعني ساعه ديال الدراوش بثمن مزيان. وهادشي اللي كاين الاخوان، تبارك الله عليكم، اللي بغى شي حاجه راه كنديروا الارسال الى جميع المدن المغربيه من طنجه حتى الصحراء المغربيه. الله يسخر الجميع.